بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو في الحقيقة تتمة للأبواب السابقة التي تناولت بعض الشرك الأصغر. وهذا الباب هو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي، هذه لام النهي ليست للنفي، ودلالة النهي أن الفعل مجذوم، وعلامة جزمه حذف النون. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وليس المقصود تخصيص النهي بالحلف بالآباء، ولكن النهي عن الحلف بغير الله، فهذا من باب ذكر النوع والمثال، فلا يفاد بالذكر هنا الحصر، وإنما يفاد بالذكر هنا النوع والمثال. فهناك النهي عن الحلف بغير الله، ومن جملة ومن مثال ومن أنواع الحلف بغير الله الحلف بالآباء. ثم قال: من حلف له فليصدق. من حلف له، الفعل للمجهول، والمعنى من حلف لك فلتصدقه، من حلف لك فلتصدقه. فليصدق اللام هنا لام الأمر، والمقصود بذلك هو تعظيم الحلف بالله، تعظيم الحلف بالله. ذلك أن الإنسان ربما يغلب على ظنه أن هذا الحالف هو كاذب لقرينة أو لأمر ربما غلب على ظنه، فلو حلف له لا يصدقه. ولكن الأصل أن من حلف لك فأنت تصدقه، من حلف لك فأنت تصدقه. والقارئ لتراجم المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم تجد أن الواحد إذا حلف كان حلفه هذا معظما. يعني لو قرأنا في تراجم الصحابة والسلف من التابعين والأئمة قل أن تجده حالفا، قل أن تجده حالفا. النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأت سيرته جمعا ستجد أن مواضع القسم فيها كانت قليلة جدا. ربما مواضع القسم في حياة متقدم تساوي القسم في ساعة من مسلمي ذلك العصر، فهذا دليل على أن المتقدمين كانوا يتورعون في مسألة القسم، وكانوا لا يحلفون إلا على مضمون صادق. فلما كان هذا حالهم، فمن حلف له بالله
فليصدق فليصدق. وأظن أن هذه المسألة متعلقة بأحوال الخلق، يعني لو أن ناسا في بلد ما غلب عليهم الكذب ولا يعظمون الله عز وجل ولا يوقرونه، فربما يحلفون على أمور كثيرة ثم يكونون بها من الكذبة، وهذا كثير. تجد في المحاكم رجل يشهد أن هذا الزوج فسخ باب الشقة ونقل المحتويات ويحلب بالله ثلاث أيمان، ويحكم للزوجة أن الزوج بدد المنقولات الشقة، وهذا الرجل لم ير الزوج ولا الزوجة ولا شقة، وإنما حلف بالله بعشرين جنيها. فانظر كيف يبيعون دينهم بالمال القليل، وهذا دليل على قلة الديانة في هذه الأعصار. أما الوضع الأول فكانت الديانة عند الناس معظمة، بل كان الواحد منهم إذا عقد عقدا لزمه بلسانه، لا يريد أن يكتب ولا يريد أن يشهد ولا يريد أن يوثق في شهر عقاري ولا شهر عيني، لأن الديانة كانت معظمة. فمن حلف له بالله فليصدق، فيحمل ذلك والله أعلم على حال الحالف. فإذا كان الحالف ممن تعرف عنه الديانة فإنه يصدق في حلفه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليمين على من ادعى والبينة على من أنكر. اليمين على من ادعى، فهذا دليل على أن القسم في الشريعة شأنها عظيم، شأنها عظيم، وهذه مسألة جليلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتبع هذه الجملة بأختها فقال: ومن حلف له بالله فليرضى فليرضى، فلا يكذب ولا يجحد ولا ينكر، ولكن ليرضى، لأن الحالف له مصدق. ومن لم يرضى بالحلف بالله عز وجل فليس من الله، أي ذلك الأمر ليس من جملة شرع الله، فدل ذلك على أن شرع الله أن يعظم الله وأن يحلف بالله، وإذا عظم الله وحلف به فليصدق ذلك الحالف وليرضى بحلفه. التالي مباشرة باب قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث عند النسائي وإسناده صحيح كما قال المصنف. وقتيلة هنا هي بنت صيفي، بنت صيفي صحابية من الصحابيات قليلات الحديث المقلات من الحديث، فهناك صحابة مكثرون وهناك مقلون وهناك وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والمقلون تبلغ بهم القلة حتى تكون روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام لحديث واحد، حديث واحد بس، هذا ما رواه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم قتيلة، فمنهم قتيلة روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج لها في كتب الحديث إلا هذا الحديث وهو عند النسائي. هذا اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. إنكم تشركون، كيف ذلك؟ تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. ما وجه الشرك هنا؟ وجه الشرك أن الواو تدل على الشركة، تدل على المساواة. عندما تقول دخل زيد وعمر فكلاهما متساويان في الدخول، كما دخل هذا دخل هذا، ثم إنهما مشتركان في الدخول، فالواو عطف، حرف عطف أو أداة عطف تدل على ماذا؟ على التسوية والشركة. فعندما تقول ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، هنا أثبت لله مشيئة وأثبت لك مشيئة، ولكن مشيئتك مساوية ومشتركة مع مشيئة الله عز وجل. كيف ذلك؟ ربنا عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الرب سبحانه، فكيف نشرك في المشيئة بين العبد وربه؟ فهذا وجه الشرك في قولهم ما شاء الله وشئت. وهذا القول ما شاء الله وشئت، التسوية في المشيئة، هذا هو قول القدرية الأوائل، قول القدرية الأوائل الذين يربطون علم الله بعلم خلقه، ويربطون فعل الله بفعل خلقه، وهؤلاء كفار، كفرهم الصحابة كما فعل عبد الله بن عمر في الحديث المشهور. هذا اليهودي قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وفهمنا إيه المقصود، وتقولون والكعبة. الواو هنا للقسم، الواو هنا للقسم. هناك أدوات تسمى بأدوات القسم، كالباء وكالواو وكماذا؟ ها؟ والتاء كتالله، ومثل، نعم قلناه، ها؟ لا. فهذه الأدوات هي المشهورة بالفعل بأدوات القسم، وأكثرها الواو والباء، أكثر أدوات القسم الواو والباء. وتقولون والكعبة، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل ولو كان معظما، ولو كان معظما. بعض الناس تقول له لا تحلف بالنبي، يقول لك أنت بتكره النبي، ولما نحلف بالنبي في إيه؟ إيه المشكلة في الحلف بالنبي؟ هذا خطأ. فإذا كنت تحب النبي فأطع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي معظم وكلنا نحبه، ولكنه من خلق الله. والكعبة معظمة وكلنا يحبها ولكنها من خلق الله، فلا يجوز الحلف بها. فلما قال اليهودي ذلك، إيه اللي حصل؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن أضاف بعد الواو إيه؟ رب، يبقى ورب الكعبة. إذن هذا حلف بالله. ثم قال ما شاء الله ثم شئت. الفائدة الجيدة هنا أن الذي أثار هذه القضية
من يهودي الذي أثار هذه القضية؟ يهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب فورا لما ذكره ذلك اليهودي، فيستفاد من ذلك قبول الحق من صاحبه كائنا من كان. هذا يهودي، لكن ما الضير أن يتكلم بالكلام الحق؟ ممكن يبقى يهودي ويتكلم ببعض الكلام الحق، وهذا هو الإنصاف. الإنصاف أن الإنسان يميز بين الحق والباطل، فيقبل الحق ولو كان من كافر، ويرد الباطل ولو كان من مؤمن تقي. سبحان الله، هذا هو الإنصاف. والإنصاف عزيز لا سيما عند طلبة العلم في هذه الأزمان. والقضية أن الناس يخلطون بين الإنصاف وبين الجرح. كيف ذلك؟ باختصار شديد، لابد أن نفرق بين رواة الأخبار وبين علماء الأخبار والأمصار. العلماء والفقهاء وغيرهم من المتفننين في العلوم الذين ليسوا من رواة الأخبار. رواة الأخبار أي أحد رواة الإسناد، أحد رجال الإسناد. فالإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال دي حتى نعرف الحكم على هذا المتن لابد أن ندرس هذه السلسلة وننظر كل راوي هل كان عدلا أو هل كان ثقة عدلا ضابطا أم لا. فلابد أن ندرس كل راو وأن ندقق في حاله وخبره، لأنه أحد الرجال الذين نقلوا لنا هذا الخبر. فلو ثبت أن ذلك الراوي رجل صوام وقوام وزاهد ومتسنن وقوال بالحق، ولكن كان يهم في الخبر، كان يهم، مصاب بالوهم أو النسيان أو الغفلة، أو كان لا يتكلم إلا من صحيفة وحرقت صحيفته، أو كان من شدة الغفلة يقلب الأسانيد ويركب أسانيد على متون، يبقى مع إمامته وفضله وزهادته وقوله بالحق وتسننه نعدله ولا نجرحه؟ بنعدله بنجرحه؟ نجرحه، لأن هذا دين، هذا دين. ما تقولش احنا ما نقدرش نجرحه عشان رجل إمام وقوال بالحق وكذا وكذا وكذا، حتى لو بيضطرب في الأخبار احنا نقدرش نتكلم عليه. لا، الأئمة كان منهجهم في الجرح والتعديل كان منهجا واضحا، ولكن منهج الجرح والتعديل يطبق على من؟ على عموم الناس ولا على طائفة من الناس؟ على طائفة. من هي هذه الطائفة؟ هي الطائفة التي تنقل الأخبار، يعني هو أحد رجال الإسناد. إذا عدلناه كان ذلك سببا في تعديل الخبر وتمشيته، وإذا أسقطناه كان ذلك سببا في إتلاف الخبر وإسقاطه. ما سوى هذه الطائفة فلابد أن ينظر في حسناتهم وسيئاتهم، لابد أن ينظر في حسناتهم وسيئاتهم، وهذا هو الإنصاف. فيمكن أن يكون الرجل فاضلا ولكنه لا يقبل منه الخبر، ويمكن أن يكون المرء متهما كافرا ويقبل منه الخبر. الكلام ده موجود ووارد.
إقرارهم في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واجمعوا مع تفسير هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الشيطان: صادقك وهو كذوب. يبقى الاثنين اجتمعوا مع مين؟ مع الشيطان، صدقك ولكن في الكذب قال ايه؟ كذوب، لان الكذوب فيها الصفة المشبهة، فيها معنى الصفة المشبهة الدل على اللزوم. يبقى لازم الشيطان انه ماذا؟ انه كذاب، ومع ذلك صادقك في هذا الموضع. سبحان الله. ملكة سبأ عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. أي صدق الله تعالى كلام المرأة الكافرة، كيش لسه أسلمت، صدق الله تعالى كلام المرأة الكافرة. المسألة دي مش متعلقة بماذا؟ برواة الأخبار، فالأمر فيه سعة. ولو نظرنا لوجدنا هناك نماذج كثيرة لا تعد ولا تحصى، ذكرها الإمام الترمذي في موسوعته سير أعلام نبلاء وفي تذكرة الحفاظ، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عن بعض الجهابذة والأئمة الأعلام الكبار كابن حزم. اقرأوا في ترجمة ابن حزم وماذا قال ثلاثة عن ابن حزم: ابن تيمية والإمام الذهبي وابن كثير عليهم جميعا رحمة الله. ابن حزم له مواضع زل فيها، لو موضع واحد من هذه المواضع زل فيها طالب علم في هذه الأيام لضربوا عليه الطبول، لضربوا عليه الطبول. ابن حزم له كلام غاية في السفول في مسألة الأسماء والصفات وفي مسألة الإيمان، وله كلام في مسائل القدر. وابن حزم يميل إلى إمكانية أن يكون النبي ليس بذكر. سبحان الله، مسائل عجيبة. ومع ذلك ابن حزم يعد من جملة أهل السنة. سبحان الله، مسألة جليلة. الإيمان عنده والإقرار، فيشبه بذلك كلام من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم. في مسألة الأسماء والصفات يثبت الاسم ولا يثبت الصفة، فيسلك في مسلك من الجهمية. يا إلهي، أمور كثيرة جدا. وبعضهم قالوا عنه بأنه جهمي جلد، ويقصدون في ذلك في باب الأسماء والصفات، ومع ذلك يجعلون ابن حزم من جملة أهل السنة، وقوله معتبر وتحريرته معتبرة. فلابد أن نفرق بين هذين المقامين: مقام النقد الحديث للرجال من أجل دراسة الإسناد، ومسألة الإنصاف مع عموم الناس لا سيما المتفننين في العلوم وغيرها. فهذا يهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تشركون، ثم أتى بالأمثلة. ويستفاد من هذا أيضا أن هناك النقد الصحيح، لم يقل إنكم تشركون وسكت، وإنما أتى بالأمثلة الصحيحة التي تدل على صحة دعواه. فلا ينبغي للإنسان أن يورد النقد مجردا، وإنما لا بد أن يكون ذلك النقد نقدا صحيحا. الخطوة الأولانية أنه يأتي بالأمثلة والشواهد، والخطوة التالية أن يخرج النقد في صورة عظيمة في الأدب والخلق. وأفضل شيء بعد ذلك أن يأتي بالبديل. بس ده يهودي يعرف يجيب البديل؟ لا يستطيع أن يأتي بالبديل. ده يهودي عدو، هل
سيورد النقد بطريقة علمية أو بطريقة أخلاقية رائقة؟ لا، إنكم تشركون، يبقى أورد النقد ودلل عليه ولكن تخلف عنه أمران: خلق وأدب النقد، والأمر الثاني البديل. ما عملش الاثنين دول. إذن هو أتى بالشاهد ولكن لم يستطع أن يتأدب ولا أن يأتي بماذا؟ بالبديل. طب الأدب في ماذا؟ الأدب أن تسوق البديل بطريقة صحيحة، أو أن تسوق النقد بطريقة صحيحة، مثل ما فعل عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الناس أن يذبحوا النواضح. قال: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر. ما قالوش أنت كم ده غلط وما ينفعش، كلام غلط وما ينفعش وهتؤدي إلى مصيبة، ده نقد. فانظر: إنك إن فعلت قل الظهر. إذن انتقد وبعدين بيّن سبب النقد وساق النقد بطريقة أدبية أخلاقية رائقة، لسه مسألة ماذا؟ البديل. ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم. فهذا اليهودي نتعلم منه عدة أشياء: أن الكلام إذا أردت أن تنقده لا بأس، ولكن اجعل النقد بطريقة لائقة. الأمر الثاني، لابد أن تأتي بالبديل حتى يكون النقد صحيحا. الفائدة الثالثة في قصة اليهودي أن الفاضل قد ينتبه لخطئه ممن هو دونه، قد ينتبه لخطئه ممن هو دونه، وهذا نفي لتقديس الفضلاء والعلماء والأعيان والوجهاء. ده خطأ، لا ينبغي أن نجعل أحدا خارج النقد. كل إنسان ممكن أن ينتقد، ولكن النقد الصحيح، تعرض النقد، اثنين تعرضه بطريقة أخلاقية راقية، ثلاثة أن تأتي بالبديل. مثلا افترضنا أن في هناك أستاذ أتعلم منه وقال معلومة خطأ، ممكن أقول له أنت غلطت في المعلومة الفلانية، ممكن أقول له ذلك الأمر، ولكن ممكن أقول له بعد إذنك في حاجة أنا ما قدرتش أقرأها كويس، ولما قريتها فهمت فهم، فأريدك أن تصحح فهمي في هذه المسألة. ويقوم قارئ ويقول له فهمت منها كذا 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 كذا، الأستاذ هو يعرف ماذا قال، فيفهم على طول أن كلام التلميذ هنا إيه؟ أسد. فيقول له جزاك الله خيرا، يفهم، يلقطها على طول، يلقطها. فافترضنا هو كبر دماغه وكأنه هو نسي أنه وقع في ذلك الخطأ، يقول له والله أنا قلت الكلام ده لأني توهمت إن أنا سمعت من حضرتك كذا وكذا وكذا. يا إلهي، الكلام ده كله هو الأدب، وهذا ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأدب في العلم كالملح في الطعام، الأدب في العلم كالملح في الطعام. لا تجعل الناس كالعيون النازفة تمتاح منهم دون فائدة. ما يبقاش الشيخ عبارة بيطلع علم وانت بتاخد علم وانت بتاخد، وبعدين ما الذي استفدته من ذلك الشيخ؟ استفادة الطالب بأدب الأستاذ في الأدب قبل أن يستفيد منه في العلم. لو استفاد في العلم قبل الأدب هيطلع طالب فاشل مش نافع، لكن لو استفاد الأدب قبل العلم سيوفق. ولذلك قالوا: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. دي كلها فوائد من قصة هذا اليهودي. وله أيضا الحديث بعد ذلك 193، وله أيضا
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. قوله وله، الضمير هنا يعود على سنن النسائي، والحديث عند الإمام أحمد، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد وأيضا ابن ماجه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. كما نسمع أن اعتمد على الله وعليك، كل حاجة بإذن الله وبك، بإذن الله وبك. واحد عاوز يدخل ابنه مثلا كلية، ولا يشغله مثلا في البترول ولا في أي حاجة، يقول له: كل شيء بأمر الله وبك. ما هو بأمر الله وبأمرك أيضا، ما هي زيها بالضبط، ما شاء الله وشئت. هذا كله من جملة الشرك الخفي، شرك الباطن، شرك السرائر، مما ينبغي أن يتجنبه الموحد. ولذلك لا ينبغي أن يتأخر الإنسان في البلاغ ولا في البيان، فتأخير الحاجة وبيانها عن الوقت لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان ذلك لأحد الناس، فكيف يكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ وأتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالها لم يقلها كما أقولها الآن: أجعلتني لله ندا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب ويحمر وجهه عندما تنتهك حرمة من حرمات الله، والتوحيد حرمة، فإذا انتهكت بالشرك غضب النبي عليه الصلاة والسلام. أتصور ذلك، وذلك إن شاء الله يكون لائقا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أجعلتني لله ندا؟ لأن عندما يقول ما شاء الله وشئت، الواو للتسوي وللشركة، والند هو المثيل، القرين، المشابه، الكفء. فلما تعمل تقول هذه الجملة بهذه الصورة، يبقى جعلتني لله ندا. أمال انظر كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله وحده. هذا التوجيه، ما شاء الله وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الحديث إسناده حسن. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله تعالى عنها قال: رأيت، الرؤية دي سنعرفها الآن، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد،
فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث بهذا السياق ليس عند ابن ماجه، وإنما هذا سياق الإمام أحمد، يعني هذا السياق عند الإمام أحمد، وابن ماجه أخرجه مختصرا سطر ونص، لكن هذا السياق بطوله هو سياق الإمام أحمد عليه رحمة الله. وإسناد الإمام أحمد حسن، وإسناد ابن ماجه المختصر أيضا حسن. وطفيل هنا هو طفيل ابن عبد الله، طفيل ابن عبد الله ده كان أخا لعائشة لأمها. قال رأيت، إذن هذه رؤيا ماذا؟ منامية، ليست رؤيا عينية. الرؤيا إما أن تكون عينية أو منامية أو علمية، ثلاث أنواع للرؤى. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر مجموعة، وسميت المجموعة المتشابهة نفرا لأن كل واحد منهم ينفر عن أصحابه يحميهم، وده الأصل. ومنه النفر كقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، فالنفر الذين يدفعون عن صاحبهم وينصرونه وتحمر أنوفهم من أجله، مجموعة من اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم، اللام في أنتم للتأكيد، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. أنتوا كفر، أنتوا لو ما كنتوش كفرة كنت هتبقوا أحسن ناس، لأن لما تقول عزير ابن الله إذا هذا شرك، يبقى أنتوا ما كنتوش أحسن ناس ولا حاجة. فرد اليهود وإنكم لأنتم القوم أيها المسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إذا كنتم تنكرون علينا الوقوع في الشرك فأيضا أنتم تشركون. لكن فارق بين هذا وذاك، الذي يقول عزير ابن الله هذا شرك أكبر، ولكن الذي يقول ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر. رجل موحد يعتقد في الله عز وجل إلها فردا صمدا واحدا أحدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعتقد معنى الشركة ولا معنى المساواة، فهي مسألة لفظية لا تمس له قلبا. يعني راجل بيقول لك انا اعتمدت على الله وعليك، بيقولها بلسانه، لكن قلبه موحد بالله عز وجل، لان لو قلبه بالفعل اعتقد انك تشارك الله تعالى في المشيئه او تشارك الله تعالى في العون، ده مش شرك اصغر، ده شرك ايه؟ اكبر. فالمسلمون عندما يقولون ذلك يقولون ذلك بألسنتهم عفو الخاطر، لا يقصدونها. وعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة لا يقصدون وإنما تجري في ألفاظهم دون اعتقاد، فكان لا ينكر عليهم في بداية الأمر، وكان يمنع الحياء أن ينكر عليهم، ولذلك في بعض طرق الحديث كان يمنعني الحياء، في بعض طرق الحديث كان يمنعني الحياء. وهذا فيه إشارة إلى أن الفاضل إذا وجد هناك المخالفات لكل شيء، دي مخالفة، افترضنا واحد مثلا بيقع في 30 مخالفة، كل ما يقع في مخالفة دول دي مخالفة دي مخالفة دي مخالفة، ممكن يزهق، ممكن أن أنت تركز له على مجموعة لغاية لما ينتهي منها
وبعدين بعد كده مجموعة تانية وتالتة وهكذا. يعني يبقى الإنسان مش شرط أن تغيره جميعا، ودي مسألة غاية في الدقة. إن وجدت عندي 10 عيوب مثلا، حاول عالج عيبا واحدا واصبر علي، وبعدين الثاني والثالث والرابع واحدة واحدة علي، لأني بشر. فانظر كيف كان الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكر في المسائل اللفظية، لكن المسألة اللي طالما انتبه إليها وأصبح لها بعد عقائدي، لا، لابد هنا من ماذا؟ من الإنكار وعدم التفويت. إذن الصحابة كان بيقولوها وكانت مسألة لفظية ليس لها أي بعد باطني وليس لها بعد قلبي ولا عقائدي، لغاية لما نبههم من الرجل اليهودي. إذن حديث ذا ما حديث بتاع قتيلة يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان لابد أن يستفيد من غيره. جميل. ثم بيقول: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نفس الموضوع مع اليهود. قال طفيل ابن عبد الله: فلما أصبحت، يبقى الرؤية دي كانت رؤية إيه؟ ليلية ولا نهارية؟ ممكن الإنسان ينام بالليل أو بالنهار. لا، هذه الليلة كانت رؤية، كانت بنوم ليل. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. وهذا برضك يعني يشير إلى مشروعية عرض الرؤى عند الصباح، عند الصباح ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول للناس بعد صلاة الصبح: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فكان يؤولها لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ هل أخبرت بها أحدا؟ وهذا يدل على أن المرء يقص رؤياه على الفاضل قبل غيره، لأن تأويله أتم وأكمل وأفضل وأشمل من غيره. فإن كان فيها أمرا فاضلا أولها، وإن كان فيها غير ذلك ورى وجعل النصيح، ورى وجعل النصيح. هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ثم قال. وهذا يدل على مشروعية استفتاح الكلام بالحمد لله والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا، وهذا يدل أيضا على أن كل ما يأتي بعد أما بعد فيقترن بماذا؟ بالفاء. كل ما يأتي بعد أما بعد فيقترن بالفاء. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة. الكلمة اللي هي إيه؟ ما شاء الله وشئت. طب دي كلمة ولا أكثر من كلمة؟ أكثر من كلمة. وهذا فيه دليل على أن الكلمة في لسان العرب ما دلت على معنى. الجملة التي تدل على معنى تسمى كلمة. ومنه قول ربنا عز وجل في شأن الرجل الذي عاين العذاب، فيقول: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيكون الجواب: كلا، إنها كلمة. يبقى قال ربي ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ده الظاهر، لكن هناك ضمائر غير ظاهرة زي أنا. هذه الكلمات الظاهرة وغير الظاهرة في مجموعها سميت ماذا؟ كلمة. فقال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها. الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الكلام السابق. فسمى ربنا عز وجل هذا كلاما، وأكد هذه التسمية بعطف الضمير عليها أو بجعل الضمير الموجود الهاء دلا عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. دول كلمتين ولا أكثر؟ هذه جمل. فدل ذلك على أن الكلمة في لسان العرب هي الجملة، وهذا هو الاستعمال الأصولي لمعنى الكلمة بخلاف النحاة، فإن معناهم للكلمة أقل من ذلك، مش أقول أدق، أقل، في فرق بين أقل وأدق، معناهم للكلمة أقل من ذلك المعنى الواسع. فقوله عليه الصلاة والسلام وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الكلمة اللي هي إيه؟ ما شاء الله وشئت. وقلنا كذا وكذا هي الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعل ذلك في بداية الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يربي أصحابه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر عن المنكر بحسب ما يكون الأمر مطاقا. فلما تكلم اليهودي عن هذه المسألة كان لابد من البيان والإيضاح حتى لا يقع الصحابة في ذلك. أحيانا الإنسان يا إخواني يقول كلمة وما ياخدش باله من معناها، مش كده؟ لغاية لما واحد يجي يقعد إيه يكلموا فيها وعنها، ساعتها إيه يبدأ ينتبه، يبدأ ينتبه. يبقى كأن الصحابة لم ينتبهوا إلى الدلالة العقائدية التي أشار إليها ذلك اليهودي، فلما تكلم بها ذلك اليهودي نبه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن. ولذلك قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا مسألة بسيطة، هذه الرؤية التي رآها طفيل هي رؤية صالحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. وفي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يبقى الرؤية الصالحة، وفي لفظ الرؤية الصادقة، فرؤية صالحة وصادقة جزء من أجزاء النبوة. الوقف هنا هو ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخامسة، أن الرؤية الصالحة من أقسام النبوة، أن الرؤية الصالحة من أقسام النبوة. هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن عندما نقول من أقسام النبوة فهذا الأمر يضفي مشروعية على ماذا؟ على الرؤية، يضفي مشروعية على الرؤية. فالرؤية التي هي من أقسام النبوة هي رؤية الأنبياء، هي رؤية الأنبياء، فانتبه. ولكن يمكن أن يمشى هذا الكلام إذا حمل على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الرؤية، أقر هذه الرؤية. فلما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام صارت من أقسام النبوة، لأن الوحي له أقسام، ولعل المقصود بالأقسام هنا الأنواع. فيمكن أن يكون القذف في القلب،
ويمكن أن يكون الوحي عن طريق الملك، ويمكن أن يكون الوحي عن طريق ماذا؟ المنام. ويمكن أن يكون الوحي أن يكلم الله تعالى رسوله مباشرة من دون رسول. إذن هذه هي أقسام، أو هذا الكلام هو أقسام الوحي. فلعل المقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صدق هذه الرؤية وأثبت حكمها وعمل بما فيها، فصارت في حكم ماذا؟ في حكم الوحي، والله تعالى أعلى وأعلم. هنقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم.